Le capice, un vrai geste pour un grand pas dans la vie. Madame, 20 euros. Non, je suis une association, vous inquiétez pas. Oui. Vas-y, chef. 3 sandwichs. Qu'est-ce que tu veux comme sauce, s'il te plaît, le premier? Mayonnaise. J'aime bien la facilité. Ça, c'est plus. T'es un exposant là. Ouais, voilà, en gros, ça. Ouais. Tu veux pas me compliquer la vie? Voilà, c'est clair. Alors, les. Attendez. T'as 40 ans là? Ouais. لا فيل يقولوا لها تيبازا معروفه. مرحبا بك، راك تعرفت عاونتنا واحد المساعده اليوم، عاونت اطفال. سبحان الله، سبحان الله حسن. الله يحفظك لي. بسم الله، الله يشفي كاع المؤمنين. امين يا رب العالمين. وكما قال لك هذاك الصبر لي، يعني الناس اللي ماشيين حقين وكل شيء، ويجيهم الخير ان شاء الله، ويجيهم الخير. امين يا رب العالمين. الله يحفظك. الله يحفظك. تحيه للمغرب والجزائر ان شاء الله. كل شيء حباب ان شاء الله. كل شيء حباب. الله يحفظك. وديكم اخويا، وديكم خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. اي اخويا حسن. لا هذيك خليها، هذيك خرجت دوكا دخلت. لا اخويا، رزق المرضى اخويا. الله يحفظك. الله يحفظك. كنقولو بليزير. والله لا زعما اليوم درت لنا واحد البليزير اكسترودينير. جيتني شري ان ساندويتش وعشيت خدام عند حسن. لا خدام عند الله. عند الله، فبيت عند حسن عند الله. لا خدامين عند الله، كلشي خدامين لله. كلشي خدامين في وجه الله. علاش؟ في وجه الله. لانه اللي كيصدق ولا كيدير شي صدق. سي حسن. نعم اسيدي. واش تقول لنا السي حسن؟ كاين شي كلمه تقولها لنا؟ خويا مرحبا بكم دابا. نعم. سيرتو انت السي حسن. بارك الله فيك. تلاقينا اخر مره، تلاقينا في الكره مع جمعيه افاق. نعم. اليوم رحنا في ما نسميه بحفل جمعوي. واننا خيري. واش هو الهدف ديالو؟ الهدف تاعو هو جمع المال. نعم. علاش؟ لتلبيه بعض الطلبات الخاصه من عمليه جراحيه وادويه خاصه التي لا يمكن لنا الحصول عليها من المعطيات التي تعطينا من الناس اللي كيعطونا هذا. اذا هذه مبادره زعما شخصيه. هذه عده سنوات نقوم بهذا النوع من العمليات. والجدير بالذكر ان الاخ المغربي اللي هو رئيس الجمعية المغربية هنا في فرنسا، السي محمد أفقير، وهو من مولد وجدة وساكن في وجدة، الله يكثر خيره، هو اللي كل عام كيعطي لنا هذا البلايص، لا هنا ولا أنفاس. غراتويت؟ غراتويت في سبيل الله. ويزيد لنا عاد المساعدة. لأن راه الأغلبية هنايا كارين بالفلوس. كارين 20 أورو المتر، 20 فرنك المتر، حنا عندنا تقريبا واحد 20 متر ولا واحد، اسمح لي، واحد 18 متر هنايا في الطول في سبيل الله. نعم مزيان. هذا واحد قول على ما يقرب 363 اورو. اذا المال هذا اللي كتجمعوه هنا بالنسبه كما قلت انت للجراحات وشراء بعض الجراحات، الادويه الخاصه اللي ما كنقدروش نحصلوا عليها من الناس اللي كيعطونا الدواء. الدعم الاخر. نعم. ولا من الفحوصات الطبيه، سكانير، اي ار ام، شي صوالح اللي هم في المغرب كيصوغ غالي. تقريبا الناس اللي ما عندهمش الامكانيات، حنا بعض الحالات الخاصه اللي كندخلوا فيها، لانه الجمعيه تاعنا جمعيه ما عندها حتى شي دخل مالي، غير المحسنين اللي كيعطوا شي حاجه اللي كيعطيو، وحنايا في زياده على داك الشيء اللي كنقوموا به من جمع مال من المحسنين، كنقوموا بعمليات البيع كهذه، او مثلا جمع بعض الاشياء اللي هي كالمعادن الغاليه وبيعوها في في في, في سوق المعادن. مزيان. الشيء الذي يعطي لنا مثلا الهمس. اسمح لي سيدي حسن. نعم تفضل عمي.
إذن هذا المال دروك اللي راكم كتجمعوا هنايا هو موجه الى المغرب، الى مدينه احفير والمناطق المغرب كامل والمغرب بصفه عامه. المغرب كامل لان جمعيه كابيس هي جمعيه فرنسيه داخلين فيها مغاربه جزائريون تونسيون فرنسيون، والجدير بديك انه الجمعيات اللي كيعطونا اللي يدخل كلشي الاحفير راه جمعيات فرنسيه. الادويه من شركات فرنسيه. الناس المحسنين راهم كل بلاد، كاين المغاربه من الجنوب من الشمال كلشي اللي بغيت، دونك ما نقدرش نقدر نعطي غير في المدينه. فعلا قمنا ونقوم دائما بدعم مدينه احفير لانها مدينه ضعيفه صحيا، مجال الصحه تما كاين واحد النقص كبير. فاحنا وشنو درنا؟ قلنا نعطيو واحد 70% حتى 80% من الخيرات اللي كنجمعوا لهذيك المدينه لانها ضعيفه، لانه المركز الصحي في احفير او المركز الصحي. نعم اسمح لي جوست ليك. دونك المركز الصحي في مدينه احفير هو مركز ضعيف جدا. نعم دقيقه pour madame, c'est gratuit, c'est offert par Capis, c'est l'association qui gère aujourd'hui, c'est une association qui agit, c'est une association française, moi j'ai dit toujours c'est le cœur français qui agit pour les enfants malades ou morts. Génial, voilà. Assis-vous madame, on va s'occuper de vous. كابيس تلقت واحد العمليه اللي سميناها اون فرونسي كابيس او سكور دي بيرسون شيباني لي بيرسون اجي، سي خاصه الناس اللي هما شيوخ وساكنين في دار العجزه في وجده. قالوا لي بلي هاد الدار هادي خاصها بزاف تاع الماتيريال اللي كيدخل في علاج الشيوخ اللي مراد في الفراش. فالحمد لله هذه درت اتصال مع شركه لاتريكس التي هي تدعمنا ام تي تي المعروفه بشركه الحاج نور الدين الله يكثر خيره، واتصلت بولادو تاع ترونسبور وجديه، والحمد لله بداو كيوصلوا لنا المساعدات اللي كنصيفطوا غراتويتمون دائما. حنا دائما كنخدموا مع هاد الناس هادو الله يكثر خيرهم بطريقه باطل في سبيل الله، الناس كيعاونوا في سبيل الله. جزرنا قبيله السفير عفوا القنصل العام المغربي هنا في فرنسا، وفرح على هذه المبادره اللي قمنا اليوم بها هنايا. هو عارف باللي الجمعيه هي اللي قايمه، جابوا السي أفقير اللي هو تيقوم كرئيس شرف عندنا بعدا في الجمعيه، وثانيا كمساهم اول في هذه الجمعيه تاع كابيس. جابوا معاه جاوا كيشوفوا وقالوا هي واحد الجمعيه مغربيه كتدعم في المغرب واش كيديروا، وجا زارنا وشجعنا وعطانا ان شاء الله وعدنا بلقاءات باش ندرسوا كيفاش ندخلوا هذه الاشياء كلها للمغرب. تطور هذا العمل الخيري باش تطوروا. نعم حنا كنطلبوا غير المساعدات الاداريه تكون في السعه. الا دخلت شي كاميون معمر بالدواء ولا معمر بالمساعدات لشي سبيطار تاع الكونسير ولا شي دار عجزه ولا ما يبقاش هذاك العراقيل الاداريه اللي دائما كتحتم علينا. نوقفوا هذا العمل الخيري لانه الناس كيبغيو يصيفطوا تيقول لك اودي قبضوا لي كاميون 3 شهور ولا 4 شهور حتى هذاك الشيء خسر ولا فسد ولا شي حاجه. ماشي معقول. انا على الحكومه المغربيه باش تشجع الجمعيات اللي هما هنايا في فرنسا تيخدموا للوطن تاعهم كيعاونوا الناس في المغرب. سيبي لو كان جمعيات فرنسيه عارفين بلي كاين الناس بزاف، والحمد لله لانه شجعنا وانا اللي فرحت له انه جا زارنا وقف معنا وشاف هذاك الشيء ومشى بواحد الفكره انه كاين ناس مغاربه هنايا كيعاونوا في بلادهم. ومعنا اخوان جزائريون، معنا اخوان الحمد لله اخوان تاعنا من الجزائر. جالس نشوف شوف البروكون تاعنا كيفاش ما نقضي ولا وبقيت نعاون فيهم انا في سبيل الله والحمد لله الله عجل البركه ان شاء الله. قول لي تبان لي قلت تبان لي جيت تاكل الساعه اصبحت خدام هنا. جيت ناكل انا ساندويتش وعشيت اخينا حسن قال يا عبد قدرك جبت لنا لك اليوم تاكل شو ما ان شاء الله خويا الحمد لله. ملي نعاون فيهم حتى صلاه الظهر فات وقريب العصر قريب الحق وفات والحمد لله نعاون فيهم في سبيل الله والحمد لله. الله يجعل كاع الله يجعل البركه وان شاء الله ربي يشفى ان شاء الله. الله يشفى كاع المؤمنين ان شاء الله واخينا حسن ان شاء الله كاع واش راه يدير مع اخينا هذا الجزائري الثاني تلمساني حبيبنا تلمساني هذا تلمساني تاوعنا هذاك ما بحال الجزائر تاوعنا والله يجعل البركه وخير والله يجعل الله ان شاء الله. خدام اخينا حسن حسن هو اللي حاكم حكم هو حسن هو اللي حاكم هنا ديريكسيون اسيستين تاع الطابله هنا تاع الماكله هنا يا خويا
الله يكثر خير واخويا والله لا لا ربي يشفى ان شاء الله والله يشافيهم ان شاء الله على كاع المغربيين والجزائريين وكاع المرضى ان شاء الله هذاك الشيء اللي واخويا وكما قالك هذا كيعاون فيهم في سبيل الله وكما قالك ربي يشافيهم ان شاء الله والله يعطيه الصحه اخينا حسن هو اخويا الحاكم فينا هو وكما قالك وجه وجه الخير اخويا الله يوجه وجه الخير اخويا وكما قالك الله يشافيهم ان شاء الله ان شاء الله الله يشافيك على المؤمنين الله يشافيك على المؤمنين ان شاء الله خويا هذا واش نطلبوا لهم ان شاء الله الاخوان تاعنا اللي هما قلوبهم ما عندهاش حدود نعم. كيكون اي بلد كيجي كيسمع الخير كيجي يوقف معنا مسكين اول مره كنتعرفوا عليه والحمد لله كاين الخير كان الخير اليوم واللي كنا باغيين نكملوا عليه اننا اليوم كنحاولوا نوصلوا واحد العدد كبير من المساعدات لدار عجز المجتمع واليوم بدينا نصيفطوا واحد المعدات كثيره سرائر كهربائيه لهذوك الشيوخ مطلات اونتي اسكار لهذوك الناس اللي ناعسين وادويه كتدخل في علاجات تاعهم لانهم شيوخ مراض ويزون يلفو دو مانتيان دو لا في واتصلنا باطباء هناك وهذوك الاطباء ان شاء الله غادي يساعدونا باش هاد الدواء كيتعطى لهم منهم وهما اللي كيسيروا هذاك العلاج تاع هذوك الشيوخ ان شاء الله وحتى هما اطباء كيديروا كيساهموا في سبيل الله في دار العجزه تاع وجده من ناحيه اخرى كل عام كنقوموا بواحد العمليه تاع السكري وهاد السنه هذه انا خفت بزاف لانه معدل الناس اللي مرض عندنا في الحفير فات 26% كنا العام اللي فات درنا 1000 شخص وجبرنا 18% هذا العام زدنا 8% وناس ما عارفينش باللي هما مرض بالسكري 115 الواحد جبرناها في 1000 هذا الشيء كثير بزاف مع هذوك اللي كانوا عارفين عارف بلي انه مرض ولكن من يجيك 115 الواحد يقول لك اودي انا راه فيا 3 الغرامات عبرني وجبر فيا 3 الغرامات وجبر فيا لاطونسيون هذا واحد الناقص خطر راه بدا كيدق في مدينه احفير الجوايه الشرقيه في المغرب لانه كثرت الحلويات كثرت المناضه والماكله الزايده والطواجن بالسكر وكل شيء راه واحد الخطر وصلنا ليه وهاد العمليه السكري اللي كنقوموا بها كنقوموا بها اول لتحسيس السكينه لانه مرض ما خصش الواحد يقول راه سهل لانه المزائل لي سويت تاع لا مالادي خطيره العينين كيمشيو الكلاوي كيمشيو وهذاك الشيء كثروا حنا الناس اللي مرض بالدياليز بابليران فمساعده اللي كنقوموا بها في مدينه تحفير من هذه من سنتين هي 70% تقريبا او 80% من المساعدات لان مدينه تحفير مدينه ضعيفه في ما عندناش سبيطار عندنا الناس كيديوهم من سبيطار الدراق وما عندناش مثلا دياليز كنديهم بكان وكنديرهم في احفير والحمد لله هذه السنه رحنا ان شاء الله غادي نكونوا كمشاركين في هذاك المركز الصحي تاع الدياليز في اغبال كنت قمت باتصال مع رئيس المجلس القروي هناك السي دحمان والحمد لله وعدتهم وراه هذه الايامات كل مره كنصيفطوا واحد العدد كبير من المستحقات الذي استعملوهم ان شاء الله في الدياليز هذه كهديه من جمعيه كابيس الخيريه للناس تاع الدياليز في المغرب ناحية أخرى في المجال تاع المعاق أو الميدان المعاق فالحمد لله من أول الأمر قمنا بإعطاء عدة كراسي متحركة آلية أو سرائر آلية بالكهرباء أو عدة أشياء للطفل المعاق في المغرب ومن بعد طلعنا الشيوخ واليوم راحنا كنعاونوا اي مريض ان شاء الله في العلاج نتاعو مرحبا بك بعد انت الاول كتفرحنا بالمقالات نتاعك كتفرحنا بالفيديوهات اللي كدير واللي كيهمنا اليوم هو ان تكون انت دائما في اي مكان في شي حدث ان شاء الله وتوقف فيه وتوصل تكون كنقطه وصول ما بين المغاربه هنايا وليها وشوف نقول لك واحد الحاجه اليوم لبستو ها هو المغرب في قلوبنا تستاهل نجيبوها لك يلا شكرا اخويا حاج سيدي الله يحفظك مرحبا بك يا غون تاميانو هلا ولاد الخير هذو ولاد الخير كل شيء ولاد الخير بارك الله فيك الله يعزكم يجعلكم الله في ميزان الحسنات امين يا ربي يا ربي امين سيدي شكرا اخويا شيء عظيم واش عيطت شي شويه ولا الحمد لله ها هو الخير بزاف الحمد لله
غادي تحسب ونقلعوا بها اللي خرج الحمد لله. صحيح كاين كل شيء. وعلى ما بكرت اليوم عند الصباح كاين شويه هادي اسبوع حنا كنوجدوا لهذا الشيء من شراء وصوالح اللي شينا وصوالح اللي جبنا ووجدنا بهم. حنا يومين حنا على ذب كجريو انا والاخ والاخوان والاخت وجنا اللي فيه الكفايه ان شاء الله باش تروحنا الناس اليوم. الحمد لله بعنا كل شيء اللي جبنا تبع ملاح مزيان. وهذا هو الهدف انه نكونوا ك ك كناس ماشي غير كيبيعوا باش يربحوا. ما عندناش حنا الربح. حنا كنعطيو كيشوفوا شي واحد جاي مسكين ما عندوش كنعطيو له في سبيل الله ولا شي طفل طفل صغير غادي نعطيو له في سبيل الله ما عندش. وكاين يبغوا لكم تخرين حسن ولا نعم سيدي كاين يبغوا نديروا اخرين هذا الدخول ان شاء الله. يا نحسبوا على كل شهر ونص نديروا وحده كيكون في واحد الدعم. هي شويه صعيبه لانه قلت المساعدين راك شفت اليوم العمل كثير الاخوان بزاف ولكن العمل يتطلب التطوع فقط تطوع وتطوع والنفس ما تستناش باش تخلص الفلوس ولا كذا ولا ما عندك ما تخلص خلص حاجه واحده تستنى التطوع وصافي حاجه واحده هي شحال الله تعالى اللي كتبنا من الحسنات وهذا كل واحد واش غادي يدي معاه في اخر ساعه المشكله حسن هذا كل شيء غادي يفوت هذا العشيه درك هذا النهار بحال اللي كيما نقولوا فات فات ولكن فات الحمد لله عينا ولكن وخا العيا ولكن يبقى ان سامبول اللي تسجل في التاريخ كيما نقولوا في التاريخ واحد النقطه اللي انك سجلتها ايجابيه في في الحياه ديالك ربما الانسان بيوس نعم كتكون كعمليات لانه العمليات هذوك اللي كينجحوا بحال مثلا درنا شي عمليه جراحيه شي طفل صغير كنستناو غير هذيك النتيجه راك شفت الاخ محمد تعاون معنا حتى هو الله يكثر خيره عمليه الطفل الصغير اللي زيدوها وضروها في رجليها العلا قاعد تقريبا رجل من بلاصتها ولكن انا من اتصل به في التليفون نقول له السي محمد ولا السي سي سي جمال ولا السي حسن ولا ها شنو درنا هل العمليه نجحت هل اللي لميناها هل اللي وصلنا ليه تما كتحس بواحد الراحه في النفس كتقول الحمد لله هذاك الشيء اللي دار راه ما داش في سبيل الله هكذا مشى ضايع ولا شي حاجه راه دار وتعيا الناس عيات الناس وجرات بصح جرات لوجه الله وباش تلقد شي نفس ولا شي طفل ولا شي حد من من من, من المرض ولا من خاصو شي دواء خاصو شي معاونه باش تخلطوا خاصو شي حاجه باش شحال بالساعه انتم درك حسن هنا انتم يا اخي احنا من هنا من 6 ونص حد الصباح هنا يا ودرك شحال راه هذوك الساعه؟ دوك راه تكون اسيدي 8 بالك ولا 7 ولا ما عرفتش راه 6 ونص هذه 12 ساعه على مرد 12 ساعه ولكن الحمد لله واو عينا ولكن عينا بوحدها هذه الظاهره ديال البرو كونتر ربما كاينه هنا في الهيئه ما كاينش لكن كاينه هنا في فرنسا بزاف سورتو هذا الوقت نتاعها وهذا الوقت ان شاء الله احنا غادي نكونوا فيها بلايص اخرين ودي الاخوان راه معنا معانا دي جو ان شاء الله تما يعاونوا ودي مبادره وسي من الحاج وفقير اللي هو رئيس الجاليه المغربيه في فرنسا واليوم كما قلت لكم راه جبنا القنصل العام المغربي هنا جا زارنا وعطانا تشجيعات الحمد لله فرح من هذاك الشيء اللي كنقوموا احنا كمغاربه وجزائريون ولا توانسه ولا فرنسيون ك ك ك كمنظمين لهذه العمليه الخيريه ان شاء الله هذا هو الهدف تاعنا والناس قاعده تكون فرحانه صح ايوا مزيان مليح ميزه الحسنه حتى انت السي حسن بعت وشويت لا جيتي نضرب الدوره وشوف شفت نعاودك على الحاجه جيتي نضرب الدوره هنا شوف ماروك مان كيما يقولوا هاي سوبر ماروكا ماروك مان ايوا مليح لا مليحه حسن كلشي يفوت والله العظيم فيكتوار بوغ الخير هو بحال الحسنات فيكتوار